ماذا بك؟ محمد اروح كمال. السلام عليكم، صفيان ميماتي معكم من مدينة الأربعاء. اليوم رانا الجمعة 29 ديسمبر 2023، رانا مع سكان مزرعة كركار حمد رقم 3 القاطنة بمدينة الأربعاء. عندهم مشكل، حبوا يبعثوا ميساج لوالي ولاية البليدة المحترم السيد إبراهيم وجان، ويبعثوا ميساج الرئيس الدائرة ورئيس البلدية المحترمين. هذو راهم محقورين يا رئيس البلدية، راهم عندهم تريسيتي، عندهم شحال عندكم ما عندكمش كهرباء؟ عندنا دوكا تيكرانا 15 يوم هي مقطوعه. عاود لي؟ راه في 15 جور وهي مكوبيه تريسيتي. شحال عندكم ما عندكمش الكهرباء؟ حنا الكهرباء رانا في 50 سنه ما عندناش تريسيتي، هكذا 50 سنه. هذه هذا الكولي كونتور اللي حطناهم قال لك درنا فيكم مزيه وبليزير، هكذا درنا فيكم مزيه وبليزير، نحبطنا لكم زوج لي كونتور باسكو انتم ماكمش في القائمه هذه. هذا هو الكونتور؟ هذا هو الكونتور، هذا هو الكونتور. هذا سيد الوالي ولا سيد الرئيس ولا نيبورت كال. نحاو لكم التزود بالطاقة. لا نحاوها لنا. علاش نحاو لكم؟ نحاوها لنا، قال لك ماكمش تخلصوا، والتريسيتي هذا راه تجينا حنايا. شحال جاتكم تريميسا؟ التريميسا راه تجينا في الكونتور هذا طيح لنا قريب 23 مليون في التريميسا. شحال من عائلة؟ كاينه 15 عائلة في الكونتور. شحال تجيكم 15 عائلة؟ تجينا كل واحد، أنا في الدار مع خوتي طيح لي، حنا خمسة ديار طيحنا 3 ملايين و400 للعائلة. للعائلة طيحنا 3 ملايين وزيادة. باسكو انا ما عندي. شنو تطلبوا من السلطات؟ حنا نطلبوا من السلطات يجيبوا لنا ليكليراج ويجيبوا لنا لي كونتور للديار كيما الناس راهم عندهم في لي كونتور ولا ليكليراج في ديارهم. هكذا حنا الدراري راهم يباتوا قاعدين يا خويا، راهم يباتوا قاعدين، عندنا دراري صغار راهم يباتوا قاعدين. فهمت؟ ما راهم يقراوا، ما راهم والو، السنه ما جابوا والو. نبعث للمسؤولين. نبعث للمسؤول، نبعث سيد الرئيس، نبعث لنيبورت كان اللي راه شاد مسؤولية. هكذا. هذه هي رانا محقورين، لا طريق لا كليراج لا زيكو لا حتى حاجه. الماء جابوه هنا قال درنا فيكم مزيه عطيناكم قطره تاع الماء، هذه الماء دخلوا لنا الماء حسدونا فيه. نسقسيك معليش بين قوسين، اسكو جاو داروا الحمله عندكم الانتخابات؟ داروا الحمله وخرجنا انتخبنا ودرنا كل شيء اللي داروا. البطاقه تاع الانتخاب عندنا 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 الوثائق. فهمت؟ قلت لي الطريق هذه اللي راهي مورايا هنايا، قلت لي ما فيهاش الكليراج. ما فيها الكليراج وما عندناش طريق. يروحوا ولادنا يقراوا يخرجوا لهم الكلاب. يخرجوا الكلاب، يخرجوا الكلاب في الطريق، حتى انا دايرين زوج يدوهم ويجيبوهم من المدرسه. على جال الكلاب؟ على جال الكلاب. واش تبي تخرج؟ اهدر خويا هاك. شوف لي كليراج هذا اللي خدموه. مسلم عليك. انت يا القاطن في مزرعة كركار ثلاثة. كركار احمد. كركار احمد رقم ثلاثة. نعم. شوف لي كليراج هنا المزرعة هذه اللي هنا خدموهم. وحنا عندنا لهنا قال لك هذو خدمة الولاية. ثم ما عندكمش حق باش نخدموكم لهنا. انت مواطن جزائري عندك. ما على بالناش. ما على بالناش علاش ما يخدموك. يجوا لهنا يوعدوك سمانة هذه سمانة الأخرى. تروح البلدية ما كاش استقبال. رحنا للولاية. رحتوا للبلدية؟ رحنا للبلدية وقدمنا الشيء. وكتاش رحتوا؟ وكتاش رحتوا؟ شحال؟ البارح كنا البارح. اعطي له الميكرو، اعطي له الميكرو. شحال من نهار روح. شوف اسمح لي اسمح لي دقيقة. روح معلي. رحنا ووعدونا باش يجوا وما كاش. شكون اللي يتكلم معاكم؟ يتكلم معاك المير. وشكون اللي يتكلم؟ دي فوا يقول لك ما كاش الا هنا، دي فوا يوعدنا. ايه دي فوا يوعدونا باش يخدمونا. بصح ما كاين والو، ما خدمونا ما كاين والو. راكم تعقبوا البرد هذا للظلمه. ما كاين لا تريسيتي لا زيكو حاشاك لا والو، ما كاين والو. عاملك الدراري هذو ما راهمش يقراو، هذو كيما راك تشوف فيهم هذو. هذو عاملك سقسيهم ما عندهمش على يحفظ. راكم تقراو؟ اعطينا الميكرو، اعطينا الميكرو. دير لها انت في فوق. هاي هايلك هاكي تقرا. راكم تقراو؟ ايه. ها؟ ايه. بصح صح راكم تروحوا خايفين؟ ايه. علاه؟ كلاب. الكلاب؟ إيه. ما كاش الاناره في الطريق اللي تروحوا ليها؟ ما كاش. هيا روح اعطيه شنو هذا اعطيه له. اعطيه له. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نطلبوا من السلطات المحليه. سيد رئيس احد قاطيني مزرعه كركار احمد رقم ثلاثه. رقم ثلاثه. الاربعه. الاربعه. ايه. نطلبوا من السيد رئيس بلديه الاربعه. وكذلك السيدة رئيسة دائرة بلدية الأربعة جوف زيارة زيارة عاجلة مستعجلة، لأنه كما كانوا يحكوا المواطنين رانا في ظروف جد قاسية. وكما تكلم اللي قبلي قال عندنا مشكل تاع
لاسينيسمو تاع الزيكو اكرمك الله، عندنا تاع الكهرباء، عندنا ليكليراج، وعندنا الطريق مهترئه تماما هكذا، وعندنا الاناره اللي راهي منعدمه. الاناره كما قال هذا عمي علي، هذا هو من كبار هنا زايد هنا. حنا كما قال لك 50 سنه ما كاش تريسيتي، ما كاش اللي شاف فينا كاع، نقعدوا بالاسابيع بدون كهرباء. عندنا دو كونتور. شحال عندكم ما عندكمش كهرباء؟ المده عندنا كما قال لك 50 سنه بدون كهرباء. كنا لا الخطره هذه التاليه، هذه عندنا 15 يوم. 15 يوم وانتم رانا للظالم، رانا هكذاك ما لقاو لكمش الحل. ما عندكمش رئيس الجمعيه؟ كاين رئيس جمعيه في مزرعه كركار 2. عرفتي كاينه 1 2 3 باش نوروا الراي العام. مزرعه كركار 2 حنا دوك نطلبوا تدخل عاجل كذلك من السيد والي ولايه البليده في الزياره القادمه ان شاء الله. يجي يدير لنا زياره ميدانيه. وانا نوعدك لو كان يجي الوالي الاربعه باذن الله نلحق له الميساج تاعك ان شاء الله. حنا 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 ماذا بينا، حنا ماذا بينا هذه الامور تتحل في اقرب وقت، خاصه الكهرباء. الكهرباء المدير صنع، المدير تاع صنع الغاز هذا على الاقل كحل مؤقت، لانه هذو عدادين كهربائيين ما يكفوش، على الاقل يضيف يضيف لنا عدادين. مدير شركه صنع الغاز تاع مدينه الاربعاء المحترم شوف هذو سعفهم يا ودي هذو زواوله، وانا عيطوا لي شغل غازوني، دخلت لي جلد الحوش هذا والله غير كارثه. حشاكم حيوان ما يقدرش يعيش هنا. وتبعوني تشوفوا، تبعوني يا شوفوا. باش نرموا حاويات بالحاويات. ماذا بيا رئيس البلديه المحترم روندي لهم سيرفيس، بعث لهم هذو جزائريين ورام ولاد العرب. ابسط شيء يعني راهم دبوبال هنا، يقول لك اللي فيهم يكفيهم. ماهمش طالبين حاجه كبيره ولا طالبين كاش منصب، حقهم في العيش هذا ما كان. هم يسحقوا لابوبيل باش يحطوا حشاكم الاوساخ اكرمكم الله. المهم اوساخ او ميم طون وفروا لهم الكهرباء. يا مدير الصونا الغاز تاع الاربعه يرحم والديك، شوف كيفاش هذو راندي لهم حل مؤقت يضيف عدد الكهربائيين. وهاي الخطوط تاع الكهرباء هنا يلعبوا الدراري، هنايا ما عندهمش وين يلعبوا الدراري. هنا الدراري ما عندهمش وين يلعبوا، هنا ولادهم شو وين يلعبوا في الكابليات هذو هنايا. شو وشوف لهنا، شو الدراري يشعلوا النار لهنا. نولوا خايفين عليهم. شافوا تبعوني. كيما كاش تريسيتي ولادهم كاع خرجوا برا. شا روح منا، روح لا معليش، يجي منا ويجي من تما. باهي معليش روح منا. شافوا هذا هو الزيكو. شوف هذاك ايه، شوف هاي ايه اروح، شوف اروح هاولي هاولي. ايه معليش انتوما تسكنوا هكذا في هذه الها؟ نسكنوا هكذا، نسكنوا هكذا. كارثة. هذا الباب تاع الدار، شو الباب هذاك الباب تاع الدار كيف كيف؟ هذه راسيني اسمو تاعكم. والله غير كارثة يا خويا. ودراري كل يوم مرضى هكذا. اجبد هكذا يا ولد، اجبد توسخ روحك. كاينة دخلة منا؟ ما كاش. ما كاش، هذو ديار، هذو سكان كاع لهنا، هذو كاع سكنوا لهنا. ايه. راك تشوف. راك تشوف. وكي تهدر تروح لعندهم تقول لهم كاش حاجه كاش كذا كاش الاخر، يعدوك هكذا، بصح النتيجه ما كاش والو.
باه كيما راك تشوف هكذا. الميساج غير تاعك يلحق. ان شاء الله. انا صوت الشعب باذن الله. ان شاء الله يا ربي. هكذا. ان شاء الله. في انتخابات يجوا ها؟ في انتخابات. عاود لي. في انتخابات. والله غير يجوا لنا هنا وانتخبنا ونجيب لك البطاقات انت وعنا هنا تشوف شحال من سنه تلقاها. واللوسي كيبعثوه يلقاه يعرف الطريق يجي. يعرف. يعرف. كيفاش يعرفها وما يتودرش؟ لا اللوسي معليش اللوسي اللوسي يعرفوه في انتخابات يعرفونا ووعدونا ويجوا كذا. مي بصح في النتيجه نتاع الشعب ما كاين والو. اخويا الميساج تاعك والله غير يلحق هكذا. ان شاء الله يا رب. وماذا بيا الناس تاع ربعه بارطاجيوه هكذا. صحيتو ميماتي معكم خويا تهلاو في روحتكم. بارك الله فيك. صحيت. بارطاجيو لي الفيديو هذا يرحم والديكم. أو يذوي غيظوا هنايا أقسم بالله غير غاضوني. ضربوا مدة وما يحوسوا عليا باش نصور لهم. هذا هو الروكار. هذا حشك هذو اللي روكارين لافوس هذوك اللي دايرينهم. هذه. عاود أقول لهم شنو ها؟ هايلك فوس حشك هذه ما كاش. حنا ما عندنا زيكو. هذه واحدة، هذيك زوج، هذيك ثلاثة. هذه هنايا. هذه واحدة أخرى. هايلك. هذه. هايلك هاك شو هايلك. هاي ليك هاي ليك هذو تلقاهم يوميا يجيبوا كم يو هنا. هذه الرابعه. صور هاك تشوف. اسمح لي هاي ليك الاخرى. هذا الحي عنده غير الماء برك الشارب. هذا ما كان. هذا واش كاين؟ هاي ليك الاخرى هنا. هذا حي مزرعه كركار احمد رقم 3 مدينه الاربعه ولايه البليده. المهم بارطاجيوه الناس الاربعه المحترمين هكذا. هذو زواولا هذو بارطاجيو لهم باش المسؤولين يشوفوهم. باسكو لو كان انت ما تبارطاجيش وهذا ما تبارطاجيش غدوة انت تطيح في ضيق وما كاينش اللي يعاونك. هكذا خويا بقاو على خير وتهلاو في روحتكم. الله يحفظك بلا مزيه. الله يحفظك خويا بقاو على خير ميماتي معكم.